نروح النهارده ايضا كان في احتفاليه في السفاره المغربيه، وكل التحيه لاشقائنا في المملكه المغربيه. وزي ما احنا بنتابع الاحتفال بالذكرى 25 لعيد العرش تولي جلاله الملك محمد السادس، وبنحيي كل اشقائنا في المملكه المغربيه الشقيقه، وعلى يعني بنقول لهم كل سنه وانتم طيبين وجلاله الملك محمد، لانه كنا حاضرين ايضا مع سعاده السفير محمد ايت وعلي، طبعا سفراء موجودين، وسعاده السفير محمد وايت علي محمد ايت وعلي سفير المملكه المغربيه في القاهره يستقبل كبار الضيوف والسفراء واعضاء السلك الدبلوماسي وجميع المسؤولين، وطبعا الموجودين في للمشاركه في هذه احتفالية بمناسبة 25 عاما عيد العرش جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة. بنقول لهم كل سنة وانتم طيبين وأشقانا الشعب المغربي الشقيق، وكل التحية لسعادة السفير محمد أيت وعلي وكل أعضاء السفارة المغربية في القاهرة. نتابع هذا التقرير ثم فاصل واستقبل ضيوفي الكرام. النهاردة عندنا فقرة مهمة وحوار مهم عن المشهد العالمي، ماذا بعد اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتيال إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران، وماذا بعد هذا الاغتيال؟ ده اللي هيكون عنواننا الرئيسي ومحور حوارنا مع ضيوفنا الكرام اللي هيشرفوني حالا. دكتور محمد أبو سمرة المؤرخ الفلسطيني ورئيس تيار الاستقلال الفلسطيني، دكتور طارق فهمي استاذ العلوم السياسيه بجامعه القاهره، دكتور محمد عبود استاذ الدراسات الاسرائيليه بجامعه عين شمس، دكتور احمد لاشين استاذ الدراسات الايرانيه بجامعه عين شمس. أقامت السفارة المغربية بالقاهرة حفل استقبال لضيوفها الذين أتوا لتهنئة السفير والوفد الدبلوماسي وأعضاء السفارة بالقاهرة بمناسبة العيد 25 لجلوس الملك محمد السادس في حكم المغرب الشقيقة، حيث حضر العديد من الدبلوماسيين والسفراء والوزراء والمحافظين الحاليين والسابقين والملحقين العسكريين والثقافيين والفنانين والإعلاميين والصحفيين من مصر والدول العربية الشقيقة والأجنبية والشخصيات العامة والأصدقاء للشعب المغربي، حيث كان في استقبالهم السفير المغربي بالقاهرة والسيدة حرمه وأعضاء السفارة. لم أفاجأ حقيقة بهذا الحشد الكبير، وبأن جميع شرائح المجتمع المصري كانت ممثلة من فنانين وصحفيين وأساتذة ومفكرين وسياسيين، الكل كان ممثل في هذه الاحتفالية، وكنت سعيدا أنهم يتابعون أخبار المغرب عن كتب ويتابعون الإنجازات التي حققها المغرب بقيادة جلالة الملك في الربع في هذا الربع الأخير من القرن من هذا القرن من منذ حوالي 25 سنة، والملك يبني ويشيد، ووجدت هذا لدى المصريين موجودا لديهم، يتابعون بحب وشغف ما يجري في المملكة المغربية. أنا بقول للشعب المغربي كل سنة وأنت طيب، ولجلالة الملك محمد السادس كل سنة وأنت بخير والمغرب بخير. مغرب شعب شقيق وبلد يعز علينا، بلد العلماء والفنانين وبلد إخوة لنا في كل المناسبات بنجدهم وفي كل الأحداث، ولهم مكانة في القلب الحقيقة. بقولهم كل سنة وأنتم طيبين وعيد سعيد. الشعب المغربي ده شعب عزيز علينا كلنا ومحب لنا، واحنا محبين له قوي، ودايما احنا على تواصل على طول بالخير مع بعض، وبحب الطرب بتاعهم قوي والاغاني بتاعتهم قوي، والشعب نفسه الناس نفسها انا بحبهم قوي. العلاقه بيننا وبين الشعب على المستويين، المستوى الشعبي والمستوى الرسمي المستوى السياسي، العلاقه بيننا وبين هذا الشعب العظيم الكريم الجميل المحب علاقة عاشق لمعشوق. احنا بنحب شعب المغرب وعارفين تماما حبه لينا،
وانا يعني اذا قلت لي تفضل تروح فين بقول لك الف مدن المغرب كلها بثقافاتها المختلفه وتنوعها الثري الجميل. طبعا بقول لهم كل سنه وانتم طيبين بالعيد القومي وجلاله الملك، كل سنه وانتم طيبين. وعايزه اقول ان المغرب ومصر اشقاء، وعلى فكره مصر بتحب اهل المغرب والمغاربه بيحبونا قوي. انا رحت هناك كتير، قدمت مسرح هناك، وقد ايه هم شعب ذواق للفن الراقي. كانت مسرحيه مع الاستاذ نور الشريف، فكانت حاجه طبعا تبع المسرح القومي. فعايزه اقول تحيه كبيره لاهل المغرب، وكل سنه وانتم طيبين، ويا رب يديم المحبه والتعاون في كل المجالات بيننا. يوم جميل وكل سنه وجلالته طيب. وطبعا كل الناس عارفه عشقي للمغرب ازاي، فاول ما سياده السفير دعانا للحفله الجميله دي كنا اول ناس جينا، لان بجد المغرب في قلبنا، كان موت على المغرب بالذات. يعني انا في منتهى السعاده ان انا اشارك في العيد العرش النهارده، ودي حاجه انا بعتز بيها من كل قلبي، واستناها كل سنه من ايام ما رحت مع الاستاذ عبد الحليم اول مره ازور المغرب، كان في عيد العرش مع جلاله الملك الحسن الثاني. فالمناسبه دي عزيزه عليا جدا جدا، وانا سعيد اهني الشعب المغربي وجلاله الملك العظيم المعظم محمد السادس على المناسبه الرائعه. كل سنه وانتم طيبين شعب المملكه المغربيه الحبيبه، والف مبروك لجلاله الملك جلوسه النهارده يوم الجلوس على عرش اسلافه المنعمين. ربنا يبارك لنا فيه وصحته في المغرب الحبيبه. وانا بالمناسبه زوجتي مغربيه، فبقول لها هي كمان كل سنه وانت طيبه. ايمن دياب لبرنامج على مسؤوليتي.